السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح سيكشن 4 في يونت 1 بعنوان Corporate Responsibility for Ethical Behavior، او مسؤوليه الشركات عن السلوكيات والاخلاق، او تترجمها زي ما تترجمها، ولكن هي فكره الكود اوف كوندكت والكود اوف ايثكس، وازاي ان احنا ندرس وازاي ان احنا نعمل فريم ورك للكود اوف ايثكس، او نعمل structure للأخلاقيات جوه الشركة، وإزاي تدرب الموظفين عليها، وإيه نوع الأخلاقيات وما إلى ذلك. هنستكمل كلامنا، وكل يونت 1 بيتكلم عن الموضوع ده. يعني الكلام في السيكشن ده نظري بشكل كبير، أكتر من اللي فات كمان وأكتر من اللي جاي، فمش مطالب إن أنت تقرأ كلمة كلمة، ومش مطالب إن أنت تقرأ سطر سطر، لأن ده فيه حشو كتير جدا. المهم إن أنت تكون مركز معايا، ومهم إن أنت تركز في اللي أنا بقوله، لان النقط اللي انا بقولها هي دي اللي هيجي عليها اسئله، وده هتشوف معايا وانا بحل في فيديو الاسئله. فالنقط اللي انا بقولها هي دي اللي المفروض ان انت تلمها في دماغك، وان انت تعرف تجمعها، لان انا لو قرات كل الدنيا هيبقى في حشو كتير جدا، فهتوه مني، وده مش هيكون مفيد لي. فكون ان انا ما بقراش كلمه كلمه، او ما بقراش فقره فقره، ده مش نوع من التقصير قد ما هو نوع ان هو يلم لك الموضوع ويلم لك الدنيا في دماغك. طيب نخش على طول في الموضوع. بيتكلم عن الفاكتورز contributing to ethical behavior، او العناصر اللي بتساهم في تعزيز السلوكيات الاخلاقيه. بيقول لك although it's never possible to completely eliminate the risks of individual behavior within the organization, it's a responsibility of the company to eliminate as much risk as possible. يعني ايه؟ يعني على المستحيل خالص، مستحيل تماما، ان انت تمنع المخاطر اللي ممكن تواجه الشركه من الافراد. يعني لو اي فرد عمل اي ضرر بالشركه، سواء اخلاقي سواء قانوني سواء في السيفتي في الامن، او اي زي او في الاوبريشن، مستحيل ان انت تمنع اي اخطاء، مستحيل ان انت تمنع اي اخطاء ريسكس، ولكن as much as risk as possible، يعني انت على قدر الامكان تحاول تقللها، على قدر الامكان تحاول تقلل المخاطر دي. طب هتقللها ازاي؟ هقللها عن طريق الفريم اللي انا اللي عملته من الكود اوف ايثكس او الكود اوف كوندكت، هعملها عن طريق اللي بنقول عليها اللوز اللي انا حاططها في الشركه بتاعتي، والقوانين اللي انا حاططها في الشركه بتاعتي. طيب النقطه الثانيه بيتكلم على understanding how several factors beginning with item contributing to ethical conduct within the company is essential because high ethical value benefits the organization in the following ways. طيب هنا بيقول لك ان فهم واستيعاب القيم الاخلاقيه مهم جدا للشركات. طيب مهم ليه؟ بيقول لك اول نقطه مهم لانه creating a positive work environment، بيئه ايجابيه بداخل الشركه. طبعا بيئه ايجابيه، كل ماشي صح، كل ماشي على التراك اللي انا وضعه له، انا عارف الناس ماشيه ازاي، كله واخد تدريب واخد تريننج على اللي انا عايزه واللي انا عايزه ينفذوه، فكله ماشي صح وفي بيئه ايجابيه داخل الشركه. avoiding legal problems، يعني التخلص من المشاكل القانونيه. مفيش مشاكل قانونيه، لو في رشاوي او في غش او في غسيل الاموال او ما الى ذلك، كل ده بيتم تجنبه. النقطه الثالثه هي enhancing customer loyalty، او ان هو بيعزز من سمعه الشركه. انا اسف، improving a brand reputation، ان هو بيعزز من سمعه الشركه. طيب enhancing customer loyalty، ان هو بيعزز من ولاء العميل. طيب النقطة اللي بعدها supporting employee satisfaction and meaning، يعني هنا بيدعم رضا الموظفين. الموظفين طبعا بيكونوا راضيين عن الشركة، راضيين عن أدائهم، بيبقى في بيئة إيجابية جوه الشركة. النقطة الستة satisfying the need to do the right thing، يعني إن هو بيفهم الموظفين إيه الصح أو إيه اللي المفروض ينفذوه ويعملوه. طيب النقطة اللي بعدها الكود اوف كوندكت، وده اللي بقول عليه بقى قواعد الأخلاقيات. طب الكود اوف كوندكت ده، أو الكتيب الأخلاقي اللي ما بيبقى محطوط جواه كل شركة، المفروض يبقى جواه إيه؟ بيقول لك يبقى المفروض جواه القيم الأخلاقية اللي أنا عايز أحطها جوه الشركة وأخلي الموظفين يتعاملوا بيها. الكونفليكت اوف انترست، إزاي ما يكونش فيه تعارض للمصالح زي ما شرحناه في السكشن 1 تقريباً. إزاي الموظف يتصرف لو حد عرض عليه رشوة؟ لو في عنصرية، ازاي تواجه العنصريه دي؟ لو في غش او تلاعب او احتيال، ازاي تواجه الاحتيال ده؟ ازاي ما تخرجش اي معلومات من جوه الشركه لبره الشركه؟ كل ده موجود في الكود اوف كوندكت. يبقى الكود اوف كوندكت شود بي، لازم يكون متاح للجميع ان يوصل له. accessible to all employees، easy to understand، يعني سهل الفهم.
relevant to the company and the company specific issues. يعني ايه؟ يعني ان هو بيكون ليه علاقه بالشركه وقضاياها، ويدرب الموظفين عليها بالتريننج والكوميونيكيشن زي ما مكتوب تحت. يبقى لازم يكون سهل متاح للجميع انه يوصل له، لازم يكون سهل للفهم، انه يكون ليه علاقه بالشركه وقضاياها، وده شيء طبعا بديهي بطبيعه الحال. سبورتنج باي تريننج، يعني لازم ادرب الموظفين عليه. يبقى كل ده من معايير الكود اوف كوندكت اللي لازم اعملها قبل ما ادي للموظفين او وانا لسه بنشئ. طيب النقطه اللي بعدها بيتكلم على فكره ان الشركه لازم تكون مسؤوله عن اخلاقيات الموظفين، وان كلهم يكونوا عارفين المعايير اللي المفروض يمشوا عليها وعارفين هذه الاخلاقيات. طيب يبقى ده كلام بيعيد نفس النقطه اللي بعدها، بيقول لك لازم تكون الاخلاقيات دي is part of the ethical culture، جزء من ثقافة الشركة. يعني إيه جزء من ثقافة الشركة؟ ده هنتكلمه تحت بشكل أكبر شوية، ولكن بقول لك ثقافة الشركة. الشركة مثلا بتمنع الرشاوي، يبقى أنا كموظف جوه الشركة حتى لو أنا بقبل الرشاوي، ولكن أنا موجود في بيئة الشركة، فبالتالي بيئة الشركة بتمنعني من إن أنا آخد رشاوي أو أدي رشاوي، وبالتالي هنا الكود أوف إيثكس بيفيدني في المنطقة دي. النقطة اللي بعدها جروب ثينك. يعني ايه جروب ثينك؟ يعني ان انا لازم لما اجي اخد قرار افكر بشكل جماعي. التفكير الجماعي دايما بيكون احسن من التفكير الفردي بطبيعة الحال. ليه بقى؟ لان بيقول لك the result of achieving consequences therefore may lead to an ethical decision. لان لو انا اخدت قرار فردي فعادة النوع ده بيؤدي الى قرار خاطئ، وكمان ممكن يكون غير اخلاقي. تمام؟ طب ليه؟ لان لو انا اخدت جروب ثينك او انا اخدت قرار بشكل جماعي هيؤدي الى diversity of thought، يعني اختلافات في التفكير واختلافات في الراي ووجهات نظر من كل حته، كل المواضيع بيتم تناولها، مش موضوع واحد بس الفرد واحد او فردين، لا كل المواضيع بيتم تناولها، كل وجهات النظر، ما بيكونش فيه قرارات غلط كتير، بتكون القرارات نابعه من القيم الاخلاقيه وتعزيزا للقيم الاخلاقيه، لان القرار الجماعي نفسه كل واحد بيطرح وجهه نظر، كل واحد عايز يثبت وجهه نظره، فبيبقى فيه نقاش، بيبقى فيه مجادله، فده بيؤدي للقرار عاده ان شاء الله بيكون القرار الصح. فبيقول لك إن إن, ان 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 الناس بتستسهل القرار الفردي، ولكن لما انت تفكر جروب ثينك، لما انت تفكر بشكل جماعي هيكون احسن وايسر. يبقى النقطتين دول بيتكلموا على جزئيه التفكير بشكل جماعي واهميته. طيب النقطة الأخيرة في الصفحة دي بيقول لك الـ IMA، إن في مستند صدر من الـ IMA عام 2008 إزاي بيفهمك القيم الأخلاقية دي، وإن على الشركة مسؤولية إن هي تعزز القيم الأخلاقية لدى موظفيها، وإن هي تعمل structure للـ Code of Ethics أو كتيب الأخلاق. يعني تعمل structure يعني تصدره، يعني تقول كذا 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 المفروض الموظفين يلتزموا. طيب النقطة اللي بعدها، ودي النقط اللي أنا هاخدها بالدور وهقول لك الفكرة الرئيسية بتاعتها، وأنا مش عايزك غير تفهم الفكرة الرئيسية. هتقرا الكلام اللي تحت هتفهم اللي أنا اللي عايز يقوله بمنتهى البساطة لو أنت فهمت اللي أنا بقوله. طيب The organization has a responsibility to foster a sense of ethics in its employees and agents. All organizations need a code of conduct. الشركات بشكل عام لازم تعزز الحس الاخلاقي لدى كل من يتعامل مع الشركه. يبقى زي ما قلنا قبل كده الشركه لازم تحط كود اوف ethics وتعززه جوه الموظفين. If no defined code of conduct and ethical behavior is developed, employee will act on their own beliefs and value, or they will observe and emulate the behavior they see around them on a daily basis. لو ما فيش كود اوف كوندكت، لو ما فيش كتيب للاخلاقيات، الموظف هيتعامل حسب قيمه الاخلاقيه ومبادئه اللي انا مش ضامنها، واللي انا مش عارف هو جاي من انهي ثقافه او جاي من انهي بيئه، فبالتالي هو هيتعامل بقيمه الاخلاقيه ومبادئه اللي انا ما قلتلوش اتعامل بيها، فبالتالي هيحصل خلل، هيحصل حاله من حالات الخلل جوه الشركه. النقطه اللي بعدها بيتكلم organization behavior needs to be defined and deployed in a way that drives the individual behavior of employees in a manner consistent with defined expectations of the wider organization.
يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك ان سلوكيات الشركه تحتاج الى ان هي تنشر وتعرف والناس كلها تكون عارفاها وتمشي بطريقه متناسقه ومنتظمه ومنظمه. طيب الفقره الكبيره دي رقم 4 كلها عايز يوصل لك ايه؟ عايز يوصل لك ان في الماضي او زمان كان الالتزام بالجوده الانتاجيه والصناعيه ساهم في مستوى عالي من الرقابه على الموظفين. يبقى الجوده الرقابيه والصناعيه بيخلي الموظفين يمشوا حسب الخطه، يمشوا حسب المنهج، يمشوا حسب الجوده اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب يبقى لما انت تحط معايير مناسبه جوه الشركه زي الستاندرد والكود اوف ايثكس، ده هيعود بالنفع على الموظفين ويساعد في تحسين الانتاج ويحسن من مستوى الموظفين نفسهم. هو هنا باختصار عايز يوصل لك اهميه الكود اوف كوندكت، وان هو لو انت حطيت معايير وقيم اخلاقيه والموظفين عارفينها، ده بس مش هيساعد في البيئه الايجابيه جوه الشركه، ولكن كمان هيساعد في القوه الانتاجيه او الزياده الانتاجيه. يعني هنا كان بيقول لك ان في اتنين من العمل الريادي عملوا يعني اتنين رجال اعمال عملوا منشور او عملوا معايير بترشد كتير من الشركات دلوقتي في المواقف الغير متوقعه، وازاي انت بتتعامل معاها ويساعدك ان انت تحط كود اوف اتكس مناسب، ولو انت ما حطيتوش ده ممكن يؤدي الى ايه؟ هيؤدي للفشل، هيؤدي لقرارات غير منسجمه، هيؤدي الى قرارات مختلفه. فده اللي عايز يوصله لك من الفقره دي. يبقى الفقره دي لو جاي منها سؤال هيقول لك ان الكود اوف اثكس او الستاندرد هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى زياده الجوده الانتاجيه. تمام؟ طيب النقطه اللي بعدها رقم 5. رقم 5 بيفرق لك ما بين التصرفات القانونيه والتصرفات الاخلاقيه. بيقول لك ان كل حاجه ethical هي legal، كل حاجة أخلاقية هي قانونية بطبيعة الحال. لو أنت فعلت فعل أخلاقي فكمان هو يندرج تحت النطاق القانوني، ولكن مش كل حاجة قانونية هتبقى أخلاقية. أنا آسف، العكس، كل حاجة قانونية هتبقى أخلاقية. يعني أنت لو فعلت الفعل ده تحت غطاء القانون فأنت كده ماشي بتصرف أخلاقي، لأن مفيش قانون غير أخلاقي. ولكن مش كل غطاء القانون بيندرج تحته غطاء اخلاقي. يعني انا ممكن افعل فعل غير اخلاقي تماما وده لا يتنافى مع القانون، يعني القانون ما قاليش ما تعملش الفعل ده، ولكن انا لو انا عندي ethical behavior كويس جدا، لو انا عندي اتجاه اخلاقي كويس جدا، فبالتالي انا مش هعمل الفعل ده من غير ما القانون يقول لي اعمله ولا ما تعملوش. يبقى هنا بيفرق لك ما بين between ethical and legal behavior، ان كل حاجه legal هي ethical وليس العكس. يبقى انت هنا لازم تعزز الethical behavior عندك جوه نفسك، لان مش كل حاجه القانون ذكرها والافعال اللي انت بتفعلها ممكن تاذي البيئه وتاذي الشركه وده لا يتنافى مع القانون. طيب النقطه اللي بعدها leadership by example، او بنتكلم على فكره ان انت لازم تكون رول موديل للي تحت. يعني لازم تكون تتبع، يعني لو انت بتقول للناس اتبعوا الايثكس وانت اصلا ما بتتبعهاش هيتبعوها؟ لا. فانت دلوقتي لازم تكون جود اكزامبل، لازم تكون بتنفذ الايثكس وعندك ايثيكال بيهيفير عالي، لان انت لو عندك قدر كافي من الايثكس والبروفيشنال اتيتيود هيبقى كل اللي تحتيك هيتبعوك، كل اللي تحتيك هيكونوا ليك، يعني كل اللي تحتيك هيمشوا نفس النهج اللي انت ماشي ليه. وبالتالي لو انت ما التزمتش بالقواعد دي ما تتوقعش ان اللي تحتك هيلتزم بيها. ماشي، يبقى الفقره دي وصل ان الناس اللي عندهم باور والناس اللي في الليدرشيب او في القياده لازم يلتزموا بالسلوكيات الاخلاقيه عشان يقدروا يخلوا الموظفين يلتزموا هم كمان بالسلوكيات الأخلاقية. ده باختصار ومن غير حشو ومن غير أي كلام ممكن
ما يلملكش المعلومه. النقطه اللي بعدها رقم 7، ذا كونسبت اوف هيومن كابيتال، الاهتمام بالعنصر البشري. طبعا هي واضحه جدا، لان الاهتمام بالعنصر البشري من لحظه توظيفه وتدريبه، ان انت تهتم بيه وتدربه على القيم الاخلاقيه وتعمل له تريننج وتعمل له اورينتيشن. يعني ايه تعمل له اورينتيشن؟ يعني اول ما يجي الشركه كده بيحصل حاجه اسمها اورينتيشن، بيدخل جوه الشركه يتعرف على الاقسام، بيتعرف على القواعد بتاعه الشركه، يتعرف على الاخلاقيات بتاعه الشركه. يبقى ده اسمه الاورينتيشن، ان هو يتعرف على الشركه من اول ما يدخلها ويتوظف عليها او يتوظف فيها. يبقى انت لازم تهتم بيه، لازم تستثمر في الناس اللي عندك، لازم تخلق لهم مناخ صحي وسليم، لازم تعمل لهم تريننج بشكل دوري. الشركة من غير موظفيها مفيش. تخيل كده، أهم مورد عندك هو الموظفين. لو الشركة من غير موظفين الشركة هتفشل والشركة هتقع. وبالتالي لو أنت استثمرت في الموظفين بتوعك واديتهم حقوقك وعملت لهم مناخ من الإيثكس جوه الشركة وبيئة مناسبة، يبقى أنت هتتوقع إنهم هينفذوا اللي أنت عايزه. هتتوقع إنهم هيسيروا في المسار اللي أنت عايزه. هتتوقع ان افعالهم هتمشي حسب المسار او الكود اوف كوندكت اللي انت عايزه، سواء تكنيكاليتي، سواء بشكل اوبريشن في العمليات الانتاجيه اللي هم بيشتغلوا فيها، او بشكل ايثيكال اخلاقي. طيب النقطه اللي بعدها بيتكلم عن الاورجنايزيشنال كالتشر، ثقافه الشركه وقد ايه هي بتاثر على البيهيفير فاليو. يعني كنا اتكلمنا في السكشن اللي فات وقلنا ان في شركات زي شركات الملاحه والتقليص الجمركي بتتعامل بالاكراميات، يعني عشان تنزل او بتتعامل بالرشاوي كمان، لان انت لما تنزل بس مجرد البضاعه في الميناء دي لازم تدفع رشوه. يعني انت لو نزلت بضاعه في اي دوله، اي دوله لازم تدفع رشوه، مش كل الدول لازم تدفع رشوه عشان تنزل بضاعتك وتحجزها في الميناء، لا، ولكن بقول في بعض الدول لازم تدفع رشوه ولازم تدفع اكراميه للموظفين هناك عشان تنزل بطاقتك وتحجزها جوه المخزن في الميناء او ما الى ذلك عشان تمشي العمليه. فبالتالي دي ثقافه، والقانون بتاع الاف سي بي اي راضي بيه وسامح بيه، سامح بالاكراميه دي او سامح بالرشوه دي، ما بيمنعهاش. يعني لان انت مش هتعرف تسلك او مش هتعرف تمشي بطاقتك من غير ما تدفع. فبالتالي الكونسيبت بتاع الشركه نفسها بيأثر عليك. زي ما انا قلت لك دلوقتي، لو ماشي ده جزء من الرشاوي مقبول، ولكن في جزء ثاني من الرشاوي مش مقبول، ولو الشركه بتتعامل بنظام الرشاوي بشكل مستمر، انت كموظف جوه الشركه بتشوف ده باستمرار، فهتبقى انت راشي او هتقبل الرشوه او هتدي رشوه بشكل طبيعي. طب ما اللي فوق بيعمل كده، طب ما الشركه نفسها بتتعامل كلها بالرشاوي. فهو ثقافه الشركه، ثقافه الشركه. يبقى انت اللي عايز تغرسه جوه الموظفين ده هيكون ثقافة الشركة. تمام. يعني انت لو لقيت مناخ صحي جوه الشركة، فبالتالي غصب عنك هتمشي مع التيار ده، هتمشي مع المناخ الصحي ده، هتفعل نفس الافعال الصحية والسليمة دي، وبالتالي هيبقى عندك ايثكس حتى لو انت شخص غير اخلاقي، حتى لو انت شخص فاسد، لازم يبقى عندك ايثكس عشان تقدر تمشي في الشركة. employee training واضحة جدا، ان انت تدرب الموظفين بتوعك على الاجزاء الاخلاقية او الاجزاء التكنيكاليتي شوية اللي فيها operation وعمليات. يبقى تدريب الموظفين زي ما قلنا هنا، الهيومن كابيتال اهم مورد عندك الموظفين. الوضع دلوقتي ان الدنيا ملمومة شوية بشكل جميل، ولكن انا بقول لك دلوقتي ان اللي انا بقوله هو اللي هيجي عليه اسئلة، وده هتشوفه بنفسك في الفيديو الجاي. الاسئله اصلا على الجزء ده او السكشن ده مش كبير، فما تقلقش نفسك يعني وتقول لا ده كله نظري هيجي منه، لا، اصلا الاسئله مش كبير، وهتشوف نفسك ان الاسئله ان شاء الله بسيطه. طيب النقطه اللي بعدها، تو ميثود فور مونيتورنج، او بيقول لك ان في طريقتين للتاكد من اتباع الموظفين للقيم دي او الاسكس. اول حاجه اسمها كي بي ايز او مؤشرات الاداء. يعني انت كمدير لازم يكون عندك مؤشرات اداء بتقدر تقيس بيها اداء الموظفين، هل هم ماشيين صح، هل هم ماشيين غلط. طيب يبقى ده الكي بي ايز. طيب النقطه اللي بعدها بيتكلم على فكره اي موظف جديد لازم يتعمل له اورينتيشن، زي ما قلنا يدخل جوه الشركه يتعرف على الموظفين، يتعرف على الاقسام، يتعرف على قواعد الشركه، يتعرف على قوانين الشركه، يتعرف على اخلاقيات الشركه. النقطه اللي بعدها ان كل سنه
لازم تعرفهم الكود اوف ايثكس وتعمل له ريفرش. يبقى كل سنه بشكل انوال تعمل للموظفين ريفرش على الكود اوف ايثكس عشان يفتكروها. تدي جوائز للناس اللي ماشيه على الايثكس مظبوط. الناس اللي وصلوا لمستوى عالي من الاخلاقيات تديهم جوائز وتحفزهم. طبعا لازم يعني تذكر الناس وتقول لا ده وصل للهدف الاخلاقي ده ولا ده عداه ولا ده لو اكسيد ما وصلوش او مش ماشي حسب الكود اوف كوندكت او كود اوف اسم. طيب جميل جدا. ايه كمان عايز اقوله في النقطة دي؟ النقطة دي بيتكلم على 360 درجة، بيتكلم على فكرة الفيدباك. دلوقتي الفيدباك ده دايما بنقول الفيدباك من المدير للموظف، ولكن كمان بيقول لك في الشركات الكبيرة ممكن الفيدباك يبقى من الموظف للمدير. يبقى هي لوب كده، الموظف يقيم المدير والمدير يقيم الموظف. يبقى انت هنا بتخلق منها نهج صحي، بتخلق مناخ صحي جوه الشركة. الفيدباك ده او الـ تقييم الاداء اللي ما بيبقاش من المدير للموظف بس زي ما اتكلمنا، ولكن هو بيكون ساعات من الموظف للمدير، وانه بيقيس البرفورمانس الاداء. والتقييم ده مش بس بيعتمد على الشغل، لا كمان بيعتمد على البيرسونال اوبجيكتيف والايثكس. الهيئه يعني بيتكلم على تقييم الاداء، سواء انت ادائك كمدير ماشي ازاي، سواء انت كاخلاقي الاداء الاخلاقي ماشي ازاي. بيتكلم على اهدافك او طريقه سيرك او طريقه ادارتك للشركه ماشيه ازاي، او انت كطريقه عملك جوه الشركه كموظف ماشيه ازاي. يبقى هي ليه بيقول 360 درجه؟ لان هي 360 درجه يعني دايره. راجع تاني لنقطه الصفر، لان الموظف بيقيم المدير والمدير بيقيم الموظف والموظف بيقيم المدير. يبقى هي سايكل كده، لوب او سايكل بيخلق مناخ صحي جوه الشركه. ولازم الفيدباك ده لازم يكون متوافق مع الـ requirement of ethical conduct زي الـ competence والـ objectivity والـ integrity زي ما اتكلمنا على قواعد الـ code of conduct. طيب السيرفي تول، الاستقصاءات، يعني ايه الاستقصاءات او السيرفيز؟ يعني هي طريقه مبسطه وسهله كمان للتقييم. بيقول لك انت بيسالك مجموعه من الاسئله، على اساسه بيقيم ادائك، بيحط لكل درجه سكور معين. بيقول لك مثلا الاسئله دي انت شايف مثلا الجزئيه دي في الكود اوف اسك مثلا سترونجلي اجري ولا سترونجلي ديجري disagree، ولا 5 من 10 تديها بوينت كام، 6 من 10، 4 من 10. فبالتالي انت بتقيم حاجات جوه الشركه على اساس سيرفيز، على اساس استقصاءات. الاستقصاءات دي طريقتها بيقول لك هنا السكور بتاعها ممكن يكون من 1 ل 5، تدي للجزء ده جوه الشركه كام من 5، تدي للجزء ده جوه الشركه انت موافق عليه بشكل كبير ولا مش موافق عليه خالص ولا موافق عليه نص نص وما الى ذلك. يبقى هو ده طرق التقييم اللي بيستعملها الشركات. طيب ويسل بلوينج فريم ورك، يعني ايه ويسل بلوينج فريم ورك؟ يقول لك ان هو بروجرام بيساعد الموظفين ان هم يبلغوا عن اي مشكله عندهم. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك دلوقتي الخط الساخن ده فايدته ايه؟ فايدته ان اي حد بره الشركه يتصل بالشركه ويبلغهم يعني عندي مشكله في كذا، لا انتوا عندكم مشكله في كذا. يبقى هو خط متصل ما بين العميل وما بين الشركه. طب انا عايز خط متصل ما بين الموظف وما بين الشركه، بس من غير ما الشركه تعرف ان انا يعني بتكلم مثلا عليا كطارق، بقول لا انا مش عايز الشركه تعرف ان طارق هو اللي بلغ عن المشكله دي. لو انا مثلا بشتغل في فرع من فروع شركه ما وببلغ المشكله للهيد اوفيسر او الفرع الرئيسي، مش عايز الفرع الرئيسي يعرف ان طارق هو اللي بلغ عن المشكله دي. فبالتالي الويسل بلوينج هو ده بيفيدني جدا في النقطه دي. يبقى هو تول لو انت موظف وعندك مشكله مش عارف تقولها او مش عايز حد يعرفك،
فبتقولها للويسل بلوينج وبتوصلها للانترنال اوديتور اللي هو المراجع الداخلي جوه الشركه، يقول لك اه المراجع الداخلي لا ده في مشكله في الفرع الفلاني، لا ده في مشكله في القسم الفلاني، فبالتالي اروح اشوف المشكله فين. يبقى انا كموظف مش عايز حد يعرفني، مش عايز عايز ابلغ عن المشكله لان ده فعل اخلاقي، فبالتالي اتصل بالويسل بلوينج وابلغ عن المشكله. وبنقول ان اغلب حالات الغش اصلا بتيجي من الويسل بلوينج، يعني مش شفاره من الانترنال اوديتور على قد ما هي بلاغ، بلغوا موظف عن مشكله او حاله غش حصلت جوه الشركه. وبيقول لك ان كل فتره بيجيبوا عدد المكالمات اللي جات لهم في الويسل بلوينج ويشوفوا كم منهم مشكله اخلاقيه، ويبداوا يشوفوا بقى طب انا المشكله عندي في الكود اوف كوندكت، ولا المشكله عندي في الموظفين نفسهم، ولا المشكله عندي في التدريب اللي انا دربتهم لهم لدرجه انهم مش عارفين يطبقوه. بيقول لك هنا اس او اكس mandate that US companies registered with the CAS اللي هي البورصه الامريكيه سي سي have a whistleblowing hotline available، يعني الشركات المسجله في البورصه الامريكيه من الحاجات الملزمه عليهم انهم يكونوا عندهم ويسل بلوينج وهوت لاين افيلابل، لازم يكون عندهم خط ساخن دايما ما بين الموظفين والمدراء جوه الشركه. طيب النقطه اللي بعدها بيتكلم على فكره الشركات الكبيره او المالتي ناشونال صعب ان هي دايما تطبق الكود اوف ايثكس على كل الفروع، يعني انا ما اقولش كود اوف ايثكس في مصر والامارات ولبنان وانجلترا وامريكا والمانيا، لا يبقى انا لو عندي مثلا شركه ليها اكتر من فرع كل دوله ليها كود اوف ايثكس حسب ثقافه الشركه، حسب ثقافه الشركه. يعني انا مثلا لو في الاعلان اللي انا بعلن عن الشركه بتاعتي في استراليا او في انجلترا او في امريكا او في كندا في خمر، اه يبقى الاعلان ده مسموح بيه جوه الدول الاوروبيه دي، ولكن انا كعندي شركه عندها فرع في مصر عامل اعلان عن الخمر او جواه او في الاعلان خمر، لا مش مسموح بيه. يبقى ده اللي عايز اقوله ان ثقافه الشركه بتفرض عليك هتتعامل ازاي، ثقافه الشركه بتفرض عليك الكود اوف ايثكس اللي انت بتحطه للموظفين بتوعك على اساس هيتعاملوا بيه. تمام. يبقى بيقول لك ان الشركات الكبيره المالتي ناشونال صعب ان هي تطبق الكود اوف ايثكس على كل فروعها، لان كل دوله عندها ايثيكال بيهيفير بتاعها وعندها كالتشر والثقافه بتاعتها، ما ينفعش ان انت تحط حاجه موحده لكل الفروع بتاعتك، لان كل فرع ليه ثقافه للدوله اللي موجود فيها. طيب النقطه دي برضو بيعيد يزيد فيها قوي مش مهمه اطلاقا، ولكن انا بيقول لك ان لازم يكون عندك فريم ورك. الفريم ورك ده نابع منين؟ يعني بيقول لك استراكشر للاداء، استراكشر للايثكس، لازم يكون عندك نظام داخلي للايثكس. طبعا نابع منين؟ طبعا نابع من الكود اوف كوندكت، او هو اداه عن طريق الكود اوف كوندكت، وده يعتبر سيستم رئيسي من الانترنال كنترول زي ما اتكلمنا قبل كده، ان الانترنال كنترول بيعتمد بصفه اساسيه على الكود اوف كوندكت او الكود اوف ايثكس، ولو ما فيش ايثكس ما فيش انترنال كنترول او رقابه داخليه. طيب النقطه اللي بعدها بيتكلم على 3 tools can be used to identify process control related to ethical and behavior issues، ادوات تخليني احسن من اي عمليات عندي سواء ايثيكال او غير ايثيكال. يبقى هي ادوات بتساعدني او مؤشرات بتساعدني على تحسين الاداء. 3 مؤشرات بي ار بي كواليتي مانجمنت للناس اللي تسمع عن الكواليتي او اداره الجوده وسي بي او. طيب زي ما انتم شايفين هنا ما ذكرهمش بشكل تفصيلي مع ان كل جزئيه فيهم حوار، كل جزئيه فيهم موضوع كبير، ولكن زي ما هو ذكر نبذه عنهم انا هقول نبذه عنهم لان انت مش مطالب ان انت تعرف اكتر من النبذه دي. بزنس بروسيس ري انجينيرنج او اعاده هندسه العمليات هي اداه بتعمل تحليل منها لاي عمليات عندك، بتعرف الاجزاء اللي عندك فيها قصور وبتحسنها على مستوى كل نشاط. طب الاجزاء اللي مش عندك فيها قصور، اجزاء قويه وعندك فيها فرص قويه ونقط قوه كبيره، بتحاول ان انت تفضل على نفس هذا النهج وتستمر. طيب الكواليتي مانجمنت او اداره الجوده،
ازاي تعمل اداره للجوده بتاع، ازاي تعمل اداره للشركه بتاعتك بحيث توصل لهايست كواليتي، توصل لاعلى جوده وزيرو ديفكتس، يعني زيرو، ما فيش اي عيوب. طبعا صعب جدا، صعب جدا جدا، ولكن انا بقول لك ان القسم ده جوه الشركه مطالب ان هو يوصل لاعلى جوده واقل ديفكتس او اقل عيوب. النقطه اللي بعدها كونتينوال بروسيس امبروفمنت سي بي اي، بيتكلم ان انت لازم يكون عندك بروسيس شغاله كويس، والبروسيس اللي شغاله كويس دي لازم تعمل لها اعاده تقييم ليها كل فتره، وده بيبقى اسمه تحسين العمل المستمر او كونتينوال بروسيس امبروفمنت. ليه؟ لان بيئه العمل بتتغير بطبيعه الحال كل فتره، البيزنس بتاعك بيكبر، البيزنس بتاعك بيبقى ليه فروع، فبالتالي انت لازم حتى لو عندك بروسيس شغاله كويسه جدا، عمليات في الشركه اوبريشن شغاله كويس جدا في الشركه، لازم تعمل لها ابديتنج، لازم تعمل لها تحسين بشكل مستمر. طيب اخر موضوع معانا كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي سي اس ار، والناس اللي بداوا بارت 1 هيعرفوا الجزئيه دي في جزئيه الانتجريتد ريبورتنج في شابتر 4، ولكن الناس اللي ما بداوش فبرضه الجزء ده شبيه جدا بيه، فما فيش اي قلق فيه. طيب مسؤوليه الشركه الاجتماعيه والحفاظ عليها اسمها سي اس ار. يعني ايه مسؤوليه الشركه الاجتماعيه؟ الشركه زي ما هي مطالبه ان هي تجني ارباح، لان الشركه اتولدت عشان تجني ارباح، ولكن عليها مسؤوليه اجتماعيه اتجاه المجتمع اللي عايشه فيه، اتجاه البيئه اللي عايشه فيه. يعني ايه؟ الشركه مطالبه ان هي تدفع الضرائب، الشركة مطالبة إن هي تحافظ على البيئة، إن هي مثلا لو مصنع يقلل الأدخنة بتاعته، يعمل مسار للأدخنة بحيث ما يأذيش البيئة أو يأذي المناخ، يشارك في العمليات الخيرية أو الجمعيات الخيرية، أو يتبرع للصحة، يتبرع للتعليم، مطالب إن هو ما يقدمش رشاوي، مطالب ان هو ما يفسدش البيئه بتاعته او ما يفسدش المجتمع بتاعه. طيب بيتكلم سي اس ار also known as corporate responsibility سي ار، يبقى هو بيتسمى ايضا السي ار. If the responsibility a company takes for having an impact on its stakeholder، stakeholder غير الستوكهولدر. stakeholder هم كل من يتعاملوا مع الشركه، سواء موظفين، سواء عملاء، سواء سبلايرز، سواء اي حد، كل من يتعامل على الشركه اسمهم ستيك هولدر. طب الستيك هولدر لا، هم المساهمين جوه الشركه، هم اللي شاريين اسهم لجوه الشركه. طيب يبقى هي مسؤوليه الشركه اتجاه كل دول، كل من يتعامل مع الشركه. فبيقول لك هنا ان احنا لما بنطبق السي اس ار على الشركه، بتركز على تقييم الاثر الايجابي للبيئه حواليك وعلى تقليل اي اثر سلبي. النقطه الثانيه بيتكلم ان انت ممكن تتم من خلال برامج خيريه، ممكن تعمل تتبرع لجهات تعليميه، تتبرع لمستشفيات وما الى ذلك، وكده بتساهم في تعزيز القيم، وبتساهم في تحسين السمعه بتاعتك، وكمان بتساهم في البيئه والمجتمع بتاعك. طيب النقطه الثالثه بيتكلم على فكره المسؤوليه القانونيه، وان انت مش بس لازم يكون عندك دور مجتمعي كويس جدا، الشركه مش مطالبه مش مطالبه قانونيا ان هي تعمل الافعال دي. يعني مش هيقفل لك الشركه مثلا عشان انت ما ساهمتش في التعليم ولا ما ساهمتش في الصحه، ولكن انت اخلاقيا مطالب بده، ان انت تعمل علاقات كويسه بالمجتمع حواليك وتساهم في البيئه بتاعك كويس جدا. النقطة دي بيتكلم على فكرة إن أنت لازم تاخد مقاييس لمدى تقدمك في الأفعال اللي أنت بتعملها جوه المجتمع بتاعك، وتشوف مدى تقدمك فيه. النقطة اللي بعدها بيتكلم على فكرة إن المقاييس دي لازم تشمل مقدار الثقة ما بينك وما بين المجتمع حواليك، وإن الناس بدأت تشوف الأثر الإيجابي بتاعك ولا لأ. يعني بنتكلم إن في شركة من الشركات مثلاً كانت فكره ذكيه جدا، اعلنت ان الاعلان بتاعها في رمضان هيكون اعلان ان هي تمول حاجه خيريه، تمول مشروع خيري، بدل ما تصرف فلوس كثيره جدا على اعلان للمنتج بتاعها.
وده طبعا طرق من طرق التسويق، ولكن بقول لك هنا ان هي قد ايه ان هي بتساهم في المجتمع بتاعها، ان هي تعمل عمل خيري بدل ما تدفع الملايين في اعلان على التلفزيون. كانت فكره في منتهى الذكاء يعني. النقطه اللي بعدها بيتكلم على فكره ايه بقى السي اس ار، انت ممكن تعمل ايه؟ بيقول لك التاكسس زي ما اتكلمنا قبل كده، لازم تدفع ضرائب عشان تساهم في المجتمع اللي حواليك، الناس الفقيره لازم انت كمان مسؤول عنهم، عشان انت في المجتمع ده لازم تساعد فيه. انفايرمنت، لازم ما تلوثش البيئه، لازم ما تلوثش المناخ، ما يكونش ليك اثر سيء او ضار بالبيئه او المناخ حواليك او الارض اللي حواليك او السكان اللي حواليك. هيومن رايتس، لازم تراعي حقوق الموظفين، هو الإنسان، ما تعملش عمالة أطفال عندك، تدي الموظفين اللي عندك حقوقهم، كوربريشن، ما تقبلش فساد أو ما تقبلش رشاوي أو ما تغشش على سبيل المثال. يبقى ده بنقول عليه المساهمة الاجتماعية أو الـ CSR. طيب، يقول لك الـ CSR ده ليه 4 مستويات، 4 level of CSR. المستوى الأول Economic Responsibility، بيقول لك from the base، هو هرم 4 مستويات، الأرضية بتاعته أو البيس بتاع Economic Responsibility، النقطة اللي بعدها أو المستوى اللي بعده Legal Responsibility، المستوى اللي بعده Ethical Responsibilities، المستوى اللي بعده Philanthropic Responsibility. طيب البيس Economic Responsibility بيقول لك from the base of the CSR pyramid first and foremost، يعني أولا وقبل كل شيء an organization should be economically viable and therefore profitable، يعني هي أنشئت عشان تربح، هي أنشئت عشان تعمل قيمة لنفسها وتكسب. Without a strong economic basis a company can't provide for the livelihood of its owner and employees or returns to its investors. يبقى على طول كده 4 levels of CSR، أول قاعدة خالص الـ economic responsibility أو المسؤولية الاقتصادية، أنت أنشئت عشان تربح، عشان تعمل بروفيت. طيب لما تعمل بروفيت ده هيعمل حياه للملاك بتوعك، هيخلي الشركه بتاعتك تستمر، يبقى بيعامل الشركه كانسان تستمر من الارباح الاقتصاديه اللي هي هتعملها. طيب المستوى اللي بعده ليجل ريسبونسبيلتي، او بيتكلم على فكره المسؤوليه القانونيه وان انت تحترم القانون. Or the second level of CSR organization should obey the law، لازم تطيع القانون. And operate according to the rule of law، لازم تنفذ القانون. Organization shouldn't ignore gray areas or use them to their advantage but should operate according to the spirit of the law. يعني ايه spirit of the law؟ يعني ايه؟ يعني ان في منطقه خضراء ودي المنطقه اللي القانون فرضها عليك تمشي فيها، فانت بتنفذ القانون ده، وفي منطقه مثلا dark، منطقه سوداء، لا ما ينفعش تعمل خالص، ما ينفعش، القانون منعك ان انت تعمل، منعك مثلا من تقديم الرشوه، يبقى ممنوع تماما الرشوه. ولكن في منطقه رمادي القانون ما ذكرهاش، انت بقى بتحاول تستغل المناطق الرماديه في القانون دي اللي ما ذكرهاش عشان تحقق نفع شخصي عليك، مع انها هتضر المجتمع بتاعك وهتضر البيئه بتاعك، يبقى ده سلوك خاطئ تماما، فبيقول لك ما تعملش كده. طيب ethical responsibility، المسؤوليه الاخلاقيه، ان انت مش بس تطبق القانون، لا كمان تعلى فوق القانون كمان، والحاجات اللي ما ذكرهاش القانون تعملها انت بدافع الايثيكال بيهيفير بتاعك او السلوك الاخلاقي بتاعك اللي بيدفعك ان انت تنفذ الفعل ده حتى لو القانون ما امركش بيه. طيب المستوى اللي بعده philanthropic responsibilities، المسؤوليه الخيريه، زي ما قلت لك ان انت تتبرع بقى لجمعيات، تتبرع للتعليم، تتبرع للصحه، تعمل اعمال اجتماعيه، تعمل اعمال توعويه وما الى ذلك. طيب زي ما احنا شفنا دلوقتي الحاجات دي كلها مش هتخدم على بعضها، يعني لو قلت لك مثلا الليجل ريسبونسبيلتي فرض عليك مثلا ان انت تعمل الدخان بتاع المصنع بتاعك لازم ان هو يتصرف في مسار صح، ما يأذيش البيئه وما يأذيش الهواء، ما يزودش ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي ده هيزود تكاليف عليك عشان تعمل حاجات تقلل الادخنه بتاعتك او تقلل الاثر السيء ده، ولما تزود التكاليف ده هيقلل البروفيت بتاعك، هيقلل الربح بتاعك. يبقى زي ما بنقول هنا ان هيحصل كلاش، يعني ايه كلاش؟ يعني تصادم ما بين ال4 حاجات دول، ولكن انت دايما بتحاول ان انت تعمل توازن ما بينهم، برغم ان ده فاكت ان هو صعب جدا.
صعب، مش صعب جدا، ولكن بقول لك صعب ان انت تعمل توازن ما بينهم، ولكن بتحاول على قدر الامكان ان انت تعمل توازن ما بين الاربع مستويات دول. بكده نكون خلصنا سيكشن 4 في يونت 1. يا رب اكون افدتكم ووصلتكم اللي عايز اقوله. استنوني ان شاء الله في فيديو حل الاسئله. بشكركم شكرا جزيلا وبالتوفيق.